السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. بما انني قد وعدتكم وقلت لكم دائما غنبقى نقترح عليكم هكا وجبات اللي سريعه واللي نقدروا نديهم سواء الخدمه سواء نعطيهم للوليدات اللي كانوا يتغداو في المدرسه. هاد الوجبه اليوم ولا هاد الاقتراح اليوم اللي هو بيتزا تقدروا ديوه للخدمه ولا تعطيهم للوليدات يديوه للمدرسه. بيتزا اللي بشكل مختلف كليا لا بالنسبه للعجينه الا ولا بالنسبه للحشو ديالها. نقطع لكم بعدا طريف كيف ما شفتوا البيتزا ديالنا تجي على هذا الشكل. هذا تجي طايبه من التحت مزيان محمره وتتجي فتيه. شفتوا كيفاش فتيه يعني بحال اللي تناكلو في الزنقه ولا اكثر. ولدي صغير غير خرجتها من الفران قال لي يا بيتزا بحال اللي تنشوفو في لا تيلي. تتجي زوينه بزاف تجي روعه وشكل مختلف. خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. ثقوا بيا بشي مكونات غتشوفوهم اللي يمكن اول مره ولا حصريا على اليوتيوب شي فيديو بحال هكا ديال البيتزا بهاد المكونات هادو. بلا ما نحرق لكم مراحل خليكم معايا حتى لخط الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقه ديال تحضير هاد البيتزا هادي اللي كثر من رائعه. ولا عجبكم لا فيديو بحال ديما تنقول لكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج وبالتعليق ديالكم اللي اكثر من رائعه. واللي اول مره غيشوف القناه مرحبا به الف مرحبا. ولا عندكم شي انتقادات ولا ملاحظات شي حاجه بغيتوني هكا نشاركها معكم ولا شي حاجه نتوما تديروها وتتصدق معكم مزيان وبغيتو تقترحوها عليا نخلي لكم الانستغرام ديالي. خليوها ليا في انستغرام وغنكون فرحانه بزاف نقدمها معكم. وغنقول لكم بصحه وراحه ودابا ندوزو باش نشوفوا طريق المقادير والطريقه ديال هذه البيتزا اللي غزاله وتتشهي. اول حاجه غادي نبداو بالعجينه ديال البيتزا باش نخليوها تخمر. خليوها ترتاح وتخمر كيف ما تعرفوا العجينه ديال البيتزا خصها ترتاح مزيان تشبع خميره باش تجينا زوينه بزاف. ماشي في المكونات المهم هو تعجن تعجن مزيان وتخمر تاخذ الوقت الكافي في الخميره. وبالنسبه لعجينه البيتزا انا فايت درت معكم بيتزا ولكن هذه شكل مغاير شكل اخر لا علاقه بالاشكال بالانواع ديال البيتزا اللي فايت شاركت معكم. بالنسبه للمقادير عندنا نص كيلو ديال الطحين عندي دانون واحد هذا النوع هذا بيغلي هذا تيكون بحال الجبن ودرته حلو ولكن انا ما درت لا عسل لا سكر سنيده. الحلاوه ديالهم تتكونش بزاف ما تيكونش حلو بزاف. عندي معلقه ونص ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخميره وجوج معالق ديال الخل والماء اللي غيكفيني باش نخلط العجينه. ما عندنا لا زبده لا زيت لا بيض لا خماره لا حتى شي حاجه غير هذا بوحدو ويعطيها واحد الطراوه اللي تجي زوينه بزاف بزاف. درت الطحين غادي نزيد الملحه غنزيد الخميره وغادي نزيد الخل غنزيد الياغورت غنزيد حك ندير هاد الحكام ديال الياغورت. تقدروا ديروا هذا تيجي زوين بزاف حيت هذا جبن فخي. تقدروا نتوما ديروا اي ياغورت طبيعي عندكم اذا كان بدون سكر ولكن الا كان بلا سكر غادي نزيدوا سواء معلقه ديال السكر ولا معلقه ديال العسل. غنزيد شويه د الزعتر نسيت ما درتوش غندير شويه د الزعتر. عندي هكا شويه د الزعتر اللي غادي نحكو غير هكا بين يديا. صافي ودابا غادي نعجن بالماء دافي. غنعبر لكم بهذا الكاس وشوفوا شحال تحتاج ليا ديال الماء. من بعد ما تعجنت العجينه بغيت نقول لكم هزيت ليا جوج كيسان من هذا ديال الماء جوج كيسان ما عمرنش زعما حتى الفوق هكا. تتكون خفيفه ماشي قاصحه بزاف بحال هكا. غنخليوها حتى تخمر ويضاعف الحجم ديالها ويكون كلشي واجد وندوزو باش
باش نكملوا الطريقه ديال البيتزا ديالنا. وبالنسبه للمكونات ديال البيتزا اللي هما عندنا لاصوص ماتيشا، انا وجدتها قبل، ما بغيتش نعاود لكم بزاف المرات نفس الحاجه ولا نطول عليكم في لا فيديو. نفس الطريقه اللي شفتو في لي فيديو اللي قبل، ولا اللي اول مره غيشوف القناه يرجع، راه كاينه الطريقه ديال لاصوص البيتزا، غير هاد المره زدت فيها واحد الفلفله حمراء صايبتها ليا ماما مسكينه، فلفله حمراء مشويه في العافيه ومنقيه ومطحونه مع زيت العود، والثومه حتى هي مشويه يعني مطحونين بالميكسور مزيان تتعطي نسمه زوينه للبيتزا. وما هي غير لاصوص بيتزا عادي، ما فيها حتى شي اضافه زعما من غير هاد الفلفله هادي. عندي تقريبا زلافه لاروب ديال فرماج موتزاريلا حكيته في حكاك الرقيق الغليظه، عندي البيشاميل، عندي البيشاميل وشويه الزعتر، وعندي الفريت. يعني الحاجه اللي مختلفه في هاد الحشوه ولا هاد العمر هادي البيتزا هو البيشاميل والفريت اللي غادي تجربوها تجي زوينه بزاف. وحاجه اخرى ما فيها هاد البيتزا هادي ما فيها لا طون لا كفته لا دجاج لا حتى شي حاجه، يعني غير الفرماج غير لاصوص طوماط بيشاميل فرماج ولي فريت. طريقه مختلفه كليا ولكن تجي من اروع ما يكون. صافي دابا غادي ندوزو باش نعمرو لا بيتزا ديالنا. كما شفتوا العجينه تتكون خمرات مزيان، لا لاحظتوا ما قاصحش بزاف، تتكون هكا لينه. ما درت شويه ديال الطحين هنايا باش ما تلصق لياش في البطاجي. قبل ما تبداو ملي يكون عندكم كل شيء واجد، قبل ما تبداو تعمروا لا بيتزا ديالكم، لا قبل ما تبداو تطلقوها شعلوا الفران، حيت البيتزا باش تجيكم زوينه وفتيه خص الفران يكون شاعل قبل وسخون. صافي غنثقبها بحال هكا. انا قلت لكم درتها غير المويه، ما بغيتش نديرها كبيره حيت غادي ندير وحده اخرى كبيره. غندير شويه د لاصوص ماتيشا حتى هادي من الوجبات السريعه اللي يقدروا يديوهم لوليدات المدرسه، بما انني قلت لكم غنبقى نبارطاجي معكم اي حاجه هكا اللي تقدروا ديروا الخدمه ولا لوليدات المدرسه. حتى البيتزا تقدروا ديروها هكا وتقسموها لهم دي مخصو، ولا ديروا لهم هكا بهذه الطريقه وديروا دي ميني بيتزا. ناخذ الفخيت تردوش تجربوا هذه الطريقه حيت مغايره ولكن زوينه بزاف. طبعا ناخذ لاصوص بيشاميل اللي زدت فيها شويه ديال الفرماج من قبل، موتزاريلا بلا اي فرماج، والموتزاريلا تيجي زوين في البيتزا ولكن تقدروا تزيدوا اي فرماج. زدت فيها غير شويه ديال الفرماج ماشي بزاف، حيت من بعد غادي نديرها فرماج من الفوق. غير بشويه نحاول نمشي البيشاميل على الوجه. دابا غناخد الفرماج وغادي نديرو هكا من الوجه قياس الكافي وصافي. شويه الزعتر صافي، والفران عندي سخون. انا قبل ما نبدا نعمر هاد الشعل الفران يسخن مزيان ندخلها، ما تاخذش معايا حتى 6 دقائق ولا 8 دقائق كاع تكون طيبه. ندخلها الفران طيب وغندوز باش نكمل العجينه اللي باقا عندي، غنسيب البيتزا تخرين ونعاود نطلقها بعد ما تكون واجده. البيتزا ديالنا من بعد ما طابت كيف ما شفتوا تجي على هذا الشكل، تجي شويه هكا، انا شعلت عليها غير شويه باش تعطيني هذا اللون هكا مذهب من الفوق. والا لاحظتوا شوفوا طيبه من التحت، ورغم ذلك مفشفشه هكا طريه ماشي لاويه ولا.
كيف ما شفتوا المقادير ديال الطحين اللي عطيتكم، خرجت ليا جوج بيتزات، واحدة كبيره بزاف عائليه وميني بيتزا. كيف ما شفتوا المكونات مختلفين نهائيا، يعني لا زبده لا زيت لا حتى شي حاجه، يعني مكونات اللي مختلفين، ما مولفينش نديرهم هكا في العجينه ولا حتى في الحشو ديال البيتزا. البيتزا ديالنا تجي على هذا الشكل هذا، تجي ولا اروع. جربوها ما غادنش تندموا، الاولاد غادي يحمقوا عليها. كان هذا هو الفيديو اليوم، نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجوا. لأول مرة غير شوف القناة مرحبا به، إلا عندكم شي ملاحظات ولا انتقادات ولا شي اقتراحات بغيتم تقولوهم ليا كتبوهم ليا لتحت في لي كومونتير، وغنقول لكم بسلامة وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.